جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة القدس العربي التي اخترنا منها لكم: استخراج ثعبان حي من معدة رجل صيني. وضع رجل صيني بالغ من العمر 49 عاما ثعبان البحر في بطنه، مدعيا أن ذلك من أجل التخلص من الإمساك. وعرض صحيفة ميرو البريطانية لقطات تظهر لحظة استخراج ثعبان البحر حيا من جسم المريض الذي كاد أن يفارق الحياة أثناء إجراء عملية جراحية له. واخترنا لكم مشاهدينا من صحيفة الغد الأردنية: فيسبوك يقتحم عالم الإنتاج التلفزيوني. جاء في تفاصيل الخبر: أكدت تقارير إعلامية أن موقع فيسبوك قرر دخول عالم إنتاج البرامج الشبيهة بالمسلسلات التلفزيونية الناجحة على غرار مسلسل هاوس أوف كاردز الذي تنتجه نتفليكس عبر إطلاق تقنية فيديو جديدة، بل ويخطط لإطلاق أول عرض في منتصف شهر يونيو حزيران من العام الجاري بحسب موقع هافينغتون بوست. ونتحول مشاهدين إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت بين صفحاتها: إسبراي ذكي يحول أي سطح إلى شاشة تعمل باللمس. طورت مجموعة من الباحثين إسبراي يمكن أن يحول أي سطح إلى شاشة تعمل باللمس، وهي التقنية التي أطلق عليها اسم أليكتريك. وتعمل تلك التقنية عن طريق تطبيق طلاء موصل كهربائيا بالأسطح. فقد تم تجربة الإسبراي بنجاح على أشياء مثل عجلة القيادة وسطح الجيتار. الإمارات اليوم مشاهدينا عنونت: أم تقتل طفلتيها وتنتحر خوفا من خسارتهما. شهدت منطقة زاورلاند الألمانية مأساة عائلية إثر قيام امرأة بالانتحار بعد قتل طفلتيها. وبحسب الشرطة فقد تم العثور على جثث الطفلتين ووالدتهما في منزل بمدينة أرنسبرغ. ورجحت السلطات أن السبب وراء الجريمة هو خلاف حول حق الوصاية على الطفلتين. وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية: ورقاقة مذهلة تبحث عن أغراضك الضائعة. ابتكرت شركة أمريكية رقاقة صغيرة تساعد الشخص في العثور على الأغراض الثمينة التي قد يفقدها أو ينسى مكان وجودها. وتتكون الرقاقة من جزئين متساويين، ويمكن وضعها مثلا في المحفظة أو الحقيبة وحتى جواز السفر، وتكون على شكل لاصقة.